يقول كلمة ومصطلح الإرهاب دائما يطلق على سبيل الذم كما هو وارد عند كثير من الناس، في حين أن الله عز وجل ذكره في القرآن في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله الآية. فهل يجوز الإرهاب على الكافر المقاتل؟ الإرهاب المحرم هو الإرهاب بغير حق، الإرهاب بغير حق كإرهاب الآمنين والمستقرين والمعاهدين والمستأمنين والذميين الذين لهم عهد عند المسلمين، الإرهاب بغير حق لا يجوز سواء للمسلم أو للكافر الذي له عهد عند المسلمين. أما الإرهاب المشروع فهو الإرهاب الذي بحق كإرهاب الكفار المحاربين، الكفار المحاربين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الكفار المحاربون الذين ليس لهم عهد وليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق، هؤلاء حربيون يرهبون بالجهاد والقوة والسلاح. نعم.